مساكن سوري. مشاهدينا مشاهدين تلفزيون سما، نحن معكم من ضاحية قدسية بتغطية لحملة كلنا لبعض اللي عم تنظمها قرى الأطفال SOS بسوريا بالتعاون مع تلفزيون سما. خليكم معنا. كلنا لبعض مستمرة وعم يتم من خلالها توزيع وجبات للإفطار على المتضررين من الأحداث بسوريا. الكل بيقدر يشارك من خلال التبرع على الأرقام الظاهرة على الشاشة أو من خلال الحسابات البنكية لقرى الأطفال SOS. كنت معكم أدونيس شدود. رمضان كريم وتضلوا بخير.